اهلا بيكم. احنا النهارده مع بعض ان شاء الله هنبتدي نتكلم في البروجكت مانجمنت فريم ورك. البروجكت مانجمنت فريم ورك الحقيقه بيعتمد على اللي بتقوله حاجه مؤسسه اسمها البروجكت مانجمنت انستيتيوت، ودي بتدي مجموعه من الشهادات. فعشان كده هنبتدي مع بعض الاول قبل ما نتكلم عن الفريم ورك بتاع البروجكت مانجمنت، هنتكلم مع بعض شويه عن البروجكت مانجمنت انستيتيوت والشهادات. اكشلي هنتكلم عن شهادتين كبار، وبعد كده نرجع بقى ندخل في الفريم ورك مع بعض ان شاء الله. طيب، اذا كنا هنتكلم على الفريم ورك، نبتدي نتكلم عن البروجكت مانجمنت انستيتيوت. وكل المعلومات اللي انت عايز تعرفها عن بروجكت مانجمنت انستيتيوت ممكن تجيبها من pmi.org. انا فاتح الصفحه اهو قدامكم، تقدر تجيب منها كل المعلومات اللي عايز تعرفها عن البي ام اي. لكن لو حبينا احنا نتكلم عن البي ام اي بسرعه، هو شركه مؤسسه المفروض اتوجدت يعني علشان تنشر ثقافة ومعارف البروجكت مانجمنت، والحقيقة يعني نجحت إلى حد كبير في العالم. هي واحدة من مجموعة من المؤسسات من هذه النوعية، لكن الحقيقة يمكن هي إن لم تكن هي أكبرهم فهي من أكبرهم، وبتدي في نفس الوقت مجموعة من الشهادات. هنتكلم مع بعض عن اتنين منهم. الشهادات دي بتقول ان انت بتعرف حاجة في البروجكت مانجمنت، بيعملوا الامتحانات، وكل شهادة منهم لها ريكويرمنتس بجانب الامتحان المفروض تحققها علشان تدخل الامتحان ده. فاذا جينا نتكلم الاول عن اول شهادة من الشهادات بتاعت البي ام اي، فيمكن المشهورة فيهم هي شهادة البي ام بي. وشهادة البي ام بي هي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، بتاخدها لو ان انت حققت الريكويرمنتس بتاعتها، وهي ان انت تاخد شهادة بكالوريوس من 4 سنين على الاقل، او يكون عندك هاي سكول دبلومة. بس في الحالتين محتاج خبرة في ادارة المشروعات. الخبرة في إدارة المشروعات دي مش هتكتسبها إلا إذا اشتغلت فعلا في مجال إدارة المشروعات. وبالتالي أنت محتاج لو أنت عايز تختار البروجكت مانجمنت ككارير في حياتك، أنك تبتدي تدور على أماكن ممكن تشتغل فيها في مجال إدارة المشروعات، وتسجل الكلام ده بشكل معتمد بحيث أن أنت تقدر تقدم بيه على الشهادة بتاعتك. كمان شهادة البي ام بي بتحتاج ان انت تكون عشان تقدم عليها تكون خلصت عدد ساعات من الدراسات، 35 ساعة. وال 35 ساعة دول ممكن تقضيهم في مجموعة كورسات مختلفة حسب نوعية الكورسات. الكورسات الحقيقة بيديها مجموعة من الأماكن كتير، طبعا منهم الجامعة الأمريكية في القاهرة، بس في مجموعة تانية من الشركات برضو والمؤسسات في مصر بتدي الكورسات المعتمدة دي، ولو دورت عليها على جوجل تقدر تلاقيها بسرعة. وإذا يعني اتزنقت خالص تقدر تسأل الجماعة بتوع البي ام اي نفسه. طيب، الشهادة التانية اللي عايز أكلمكم عليها وهي شهادة الـ Certified Associate Project Management، Associate in Project Management CAPM. والشهادة دي الحقيقة احتياجاتها أقل شوية، يكفي إن أنت تكون حاصل على شهادة بكالوريوس وتقدم على الامتحان، وفي نفس الوقت محتاج تكون خدت كورس من الكورسات المعتمدة. وبحصولك على شهادة الكورس ده من الـ AUC أو من أي مؤسسة تانية معتمدة يكون لك الحق إن أنت تقدم على الامتحان.
طيب الامتحانات، مش صعبة يعني، وممكن تاخد الامتحان في أي حتة من الحتت برضو اللي بتديها، لكن لازم تدفع الفيز بتاعت الامتحان اللي هي 300 دولار لو انت مش ممبر في السي اي بي ام، وبالنسبة للبي ام بي فالفيز بتاعته 550 اعتقد، 555 لو انت نون ممبر. وبعدين بتقدم وبتروح تمتحن. اغلب الامتحانات دلوقتي بقت كمبيوتر بيزد، وممكن كمان في سيلف بروكترد اكزامز بيتكلموا عنها دلوقتي على البي ام بي، اللي هي ممكن بتعملها عن الكمبيوتر، وبيبقى في اسلوب معين للتاكد من ان انت بتأدي الامتحان بنفسك من غير الاستعانه بحد تاني معاك يعني. طب اخر حاجه عايز اقولها هنا علشان ما اطولش عليكم هي البين بوك. وده الحقيقه انا اكشلي يمكن بتكلم هنا اساسا عشان اكلمكم عن البين بوك. البين بوك ده كتاب بيطلعه بي ام اي، وهو اختصار اسمه بين بوك، ده اختصار لمجموعه كلمات هي بروجكت مانجمنت بوك اوف نوليدج، بروجكت مانجمنت بوك اوف نوليدج. البان بوك ده يعني يمكن اغلب الناس اللي بتشتغل في البروجكت مانجمنت جاست بيقولوا بان بوك، هم عارفين هم بيتكلموا عن ايه، هو المرجع الرئيسي للبروجكت مانجمنت. في طبعا حاجات ممكن تقراها بنفسك عادي وتتعلمها لوحدك، لكن جزء كبير من الحاجات اللي موجوده في البان بوك هتحتاج ان انت تتدرب قبل ما تقدر تقراها، لان بتبقى مكتوبه باستخدام مصطلحات المفروض ان انت بتبقى عارفها، فلو ما انتش عارفها ممكن بيبقى صعب ان انت تتابع قرايه الموضوع ده. البان بوك الى حد كبير عامل زي الديكشنري او الانسايكلوبيديا، بمعنى ان انت لما بتيجي تقرا في البان بوك ما بتقراهوش من الجلده للجلده، يعني ما حدش اعتقد بيقرا الديكشنري من الجلد للجلد، وانما بتفتح في نقطه معينه بتدور على الموضوع اللي انت مهتم بيه، وبتفتح على الجزء اللي انت عايز تقرا المعلومات بتاعته وتبتدي تطلعها منه بالاسلوب اللي هو عارضها بيه. انا مش عايز اقعد اتكلم كتير عن البين بوك، بس كان لازم اذكر بقى البين بوك هنا ليه؟ لان احنا في الفترة الجاية او الكام محاضرة الجايين في الكورس بتاعنا ان شاء الله هيبقى اغلب كلامنا ماشي مع في الاطار اللي البان بوك بيتكلم من خلاله، ديفينيشنز وبعدين السكوب والسكوب كريب وبعدين البروجكت لايف سايكل وبعدين البروجكت مانجمنت نوليدج ارياز. فاحنا ماشيين من هنا ورايح على البان بوك، وان كان لازم اعترف لكم انا مش هجيب صور ورسومات من اللي موجوده في البان بوك الا رسمه واحده، وده لسبب بسيط. احنا قلنا في الاول ان احنا الكورس بتاعنا ده كورس فاونديشنال خالص، بندي ابجديات، والحقيقه الرسومات اللي موجوده في البان بوك على قد ما هي مقروءه واي حد بيعرف في البروجكت مانجمنت هيعرف يقراها، الا ان انت لسه مش مؤهل ان انت تقدر تعرفها دلوقتي. بمجرد ان انت بعد الكورس ده ما تبتدي تاخد كورسز ثانيه في البروجكت مانجمنت هيبقى موضوع ان انت تقرا في البان بوك موضوع عادي جدا بالنسبه لك، وبالتالي الرسومات في البروجكت مانجمنت هتبقى مقروءه بشكل سلس ليك باذن الله. فانا هجيب لكم رسمه واحده وساعه ما تشوفوها تعرفوا ليه انا ما جبتلكوش حاجه تانية. طيب ارجو بقى ان انا ما اكونش طولت كده، مقدمه سريعه بس، ايه الفريم ورك، ايه اللي بنتكلم فيه من خلال الفريم ورك، وهنروح مع بعض بعد كده نبتدي نتكلم على نراجع شويه ديفينيشنز، وبعدين نتكلم على السكوب والسكوب سيتنج، وهنعمل شويه اكتيفيتيز كمان في طريقنا ان شاء الله.